أثر عملية نوعية تمكنت مصالحنا بأمن ولاية الطرف ممثلة فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من الإطاحة بشبكة إجرامية وطنية منظمة تنشط في مجال متاجرة بالمخدرات تتكون من ثلاث أشخاص. العملية مكنت من حجز 10 كيلوغرامات من المخدرات من نوع قنب هندي. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيقدم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً.